الأصحاح الثالث عشر. ولما خرج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما أروع هذه الحجارة وهذه الأبنية. فأجابه يسوع: أترى هذه الأبنية العظيمة؟ لن يبقى منها هنا حجر على حجر، بل يهدم كله. وبينما هو جالس في جبل الزيتون تجاه الهيكل، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟ فأجابهم يسوع: إياكم أن يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي، فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون أناسا كثيرين. فإذا سمعتم بالحروب وبأخبار الحروب فلا ترتعبوا، لأن هذا لابد أن يحدث، ولكن لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتقع الزلازل في أماكن كثيرة، وتحدث مجاعات، وهذا كله بدء الأوجاع. وأما أنتم فكونوا على حذر، سيسلمونكم إلى المحاكم، ويضربونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم، لأنه يجب قبل الآخرة إعلان البشارة إلى جميع الشعوب. وعندما يأخذونكم ليسلمونكم، لا تهتموا من قبل كيف تتكلمون، بل تكلموا بما يوحى إليكم في حينه، لأن الروح القدس هو المتكلم لا أنتم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا رأيتم نجاسة الخراب قائمة حيث يجب ألا تكون، افهم هذا أيها القارئ: فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ منه شيئا، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. صلوا حتى لا يحدث هذا الخراب في الشتاء، فستنزل في تلك الأيام نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم الذي خلقه الله إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الرب جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل خاصته الذين اختارهم قصر تلك الأيام. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يعملون آيات ومعجزات، ولو أمكنهم لضللوا الذين اختارهم الله. فكونوا أنتم على حذر، ها أنا أنبأتكم بكل شيء. وفي تلك الأيام بعد زمن الضيق تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء. وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في السحاب بكل عزة وجلال، فيرسل ملائكته إلى جهات الرياح الأربع ليجمع مختاريه من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. خذوا من شجرة التين عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت عرفتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله يحدث فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. وأما ذلك اليوم أو تلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا الملائكة في السماء ولا الابن إلا الآب. فكونوا على حذر واسهروا، لأنكم لا تعرفون متى يجيء الوقت. وذلك كمثل رجل سافر وترك بيته وسلمه إلى خدمه كل واحد وعمله، وأوصى البواب بالسهر: فاسهروا، لأنكم لا تعرفون متى يجيء رب البيت، أفي المساء أم في منتصف الليل، أم عند صياح الديك أم في الصباح، لئلا يجيء فجأة فيجدكم نياما. وما قلته لكم أقوله لجميع الناس: اسهروا.